السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حظنا حلو، بقالنا كتير ما صورناش مع المعلم ناصر حلمي، الصلاة على النبي. الحاج ناصر حلمي جه عاش من شافك. حاج ناصر عاش من شافك يا عم، الجماهير بتسأل عليك. كله بيسأل عليك يا حاج، بيقول لك انت مختفي ليه اليومين دول؟ الحاج مصطفى الحر. بقول لحضرتك، اخبار رز ايه كده؟ انت وجهه نظرك ايه؟ قال الرز السوبر عامل معاك ايه؟ معلم ناصر زرع نفسه رز السوبر هناك في ايه؟ ما شاء الله. هو العالي ده عامل زكريه. الرز ده بالصلاه على النبي، رز السوبر عامل معاك ايه السنه دي؟ لا الرز السوبر فلح، عامل 104 السنه دي ان شاء الله. امال كان السنه اللي فاتت كان تعبان. ايه؟ السنه اللي فاتت ما جابش انتاج. ما جابش انتاج لان كان لسه اول سنه الناس تزرعه في المنطقه بتاعتنا. ومحدش كان عارف له، يعني ما كانوش عارفين له. فلما عرفوا بقى وعرفوا السقيه وقت ايه يعني انت في وجهه نظرك هو اللي احسن ولا ال 104؟ لا بالصلاه على النبي السوبر، هات الازازه يا مصطفى اما نشرب. السوبر 100 السوبر 300؟ السوبر 300 شوف عامل ازاي. ما انا بس بسم الله ما شاء الله شايفه. صور كده بس انا هحاول اجيبه. شوف الصلاه على النبي كده سكن اهو. الطول ده يقضيك ولا عايز تاني؟ حاج الناس الوحشه والله. والمعزه دي بتاعت الحاج مصطفى مولف عليه بالسبوش. يا رشيده دي اللي كانت متصوره مع بكار في التلفزيون. يعني كان سبب ايه السنه اللي فاتت ان هي ما كانش بيجيب انتاج حاج ناصر؟ يا عم الناس ما كانتش عارفه لسه له. كان لسه يعني طبعا. يشرب على قد ايه؟ يترش على ايه؟ يعمل ايه؟ ما كانش الناس عارفه. الناس لما عرفت ورتبت ونظمت بالصلاه على النبي السوبر 300 فاق ال 104 وكله وال 101 ركن كل ده ما شاء الله. البرج بتاعه عدد الابراج بتاعته كثيره. حبات رز رفيعه ولا عريضه؟ لا ده حبايه من الحلوه اللي هي الرز المستورد بتاعه؟ رز ورز من بتاع الحل على طول. الحاج خالد عبد الغني زرع رز بسمتي. ليه؟ عارف انت الرز البسمتي؟ عارف. دواره ده نص احمر عامل زي رز الصقر. لا 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 ده انت عامل ايه يا عم رز؟ الحمد لله على السلامه. اللي انت بتصوره ده دي 104 قدامك. ما انا عارف. دي 104. شوف البتاع السبله فايق اربع تبراد دكه، سبع تبراج وثمانيه. ده احنا 11 برج عديناهم دلوقتي. زعلان قوي. لا ده اللي هو اللي في الحتت اللي مطرح المشتل بس. بقيت الارض كله. ده 20 برج عامل اصلا. معدي ال 12 برج. خش ما هو دي مطرح اللي احنا عديناه 11 مطرح المشتل. يعني دي المشتل. 11 برج. لا ده. والله يا جدع انت ترز الماني ده. يا عم سيبك ده رز متاكل مرة. الله ينور يا حاج مصطفى. حاج ناصر بقاله فترة غايب عننا مش عارف ليه. كان في الصعيد يا عم. وبعدين هو يعرف أخبار الجمعيات الزراعية دلوقتي ولا إيه؟ لا الجمعية لا ده ده كده ما بقتش اتعامل معاهم. انت خدت كماو منهم؟ خدت كماو السنه دي؟ كده كده ما بقتش اعرف. لا ولا بقتش اتعامل معاهم اصلا. طب ما ادكش كماو ليه السنه دي؟ ما اصل انا مش عاملت معاهم هيزعلوا او انا اللي هزعل، فاحنا خلينا بعيد عن بعض. ايوه. طب هو اللي غرقوا ناصر كماو السنه دي. ادوا له كماو كتير؟ ده راح عبى بالعربيه. يا عم شكله ما ادالوش ولا شكاره. ليه؟ الجمعيه. ما عملوش كرتون ليه؟ الشخص اللي بيجيبه انا ما بروحش الجمعيه خالص. لو رحت همسك فيه. لان مفيش حد بيتعامل بالامور. المفروض يعني يبقى في ده مش صح. بس احنا بقى المفروض كنا قلدنا دمياط والبحيره والبتاع، وكنا عملنا مزارع رز، مزارع سمك تحت الرز ده. والله في ناس بتعمل كده صح. بيجيب انتاج وانتاج وانتاج ويبيعوه. وبيبيعوا وياكلوا ويعملوا طول السنه. بس ما طلعتش الفكره ديت في دماغنا. يا عم دي كام ناس بتفكر. لا تقريبا كمني المناطق هناك على بعضها رز. البحر هناك كتير. لكن هناك مني محرجين عليه في القليوبيه. ف
حتت حتت، يعني لو واحد عمل مزرعة ممكن ايه يسهروا يسرقوها بالليل، الكلاب تعيش فيها. ايوه صح. لكن دكك منها مساحات على بعضها حامية بعضها. ايوه ايوه. وبتجيب انتاج في السماء. ما شاء الله من عابة شفتها. وهي انواع برضه، مش اي نوع يعيش في الرز. يا باشا في ناس بتفكر العب الدهلية والمنصورة حتت ديك ما شاء الله في الزراعة كويسة. هي اصلا مهنتها. اشتركوا في القناة.